لقاء جديد يجمعنا بكم وبرنامج صدى الأقلام، حيث نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ولكن بعد جولة في أهم العناوين. في صحيفة المدى، النزاهة تكشف تفاصيل تواطؤ مصارف حكومية وأهلية في مزاد العملة. في القدس العربي، مجلس الأمن يعرب عن قلقه حيال استخدام العنف ضد المتظاهرين بالعراق. موقع عربي 21، زعيم الأغلبية في الشيوخ يثير احتمال محاكمة سريعة لترامب. في كتابات، مسيرات ليلية حاشدة في البصرة والمثنى ترفض ترشيح من لا يمثلهم لرئاسة الحكومة العراقية. في العرب اللندنية، حلفاء إيران في العراق يحبطون تعديلا على القانون الانتخابي يهدد سلطاتهم. في العربي الجديد، العراق ضغوط لتمرير السودان رئيسا للحكومة اليوم. وفي الشرق الأوسط، أمريكا تعاقب شركات وأفرادا بيضوا أموالا لحزب الله. السلام عليكم. مع كل عملية اغتيال أو اختطاف أو سطو تقع في العراق، تكون الرواية الرسمية مشفوعة بعبارة عصابات مجهولة أو مسلحون مجهولون يختطفون أو يغتالون أو يسطون، وهكذا المجهول هو المتهم في كل الأوقات والجرائم. حول الكواتم والاغتيالات كتب جاسم الشمري في موقع عربي 21. الاغتيالات في العراق تتم بالأسلحة الكاتمة التي تقتل الأبرياء في أي مكان وبلا ضجة، وكأنهم يصورون مشهدا تمثيليا. ثقافة الكواتم في العراق ليست جديدة، وقد عانت منها البلاد في السنوات الماضية وبالذات في العام 2010، إذ بلغ عدد الذين غتيلوا 686 شخصا، معظمهم بمسدسات كاتمة. اليوم ومع استمرار مظاهرات تشرين، عادت مجدداً ظاهرة الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة، وهذه المرة استهدفت الناشطين في مظاهرات بغداد ومدن الجنوب. والجمعة الماضية اغتال مسلحون معلومون الناشط فاهم الطائي في كربلاء أمام أحد الفنادق وفي منطقة محصنة. وسبق للطائي أن اتهم جهات دينية بالتورط في محاولة تصفية ناشطين عراقيين. وفي ذات الوقت الذي اغتيل فيه الطائي، كانت هنالك محاولة لاغتيال إيهاب الوزني رئيس تنسيقية كربلاء للحراك المدني المستقل، لكن العملية فشلت ونجا الوزني من الموت بأعجوبة. الغرابة ليست في نسبة الجريمة إلى مجهول، فهذا الاتهام موجود في علم الجريمة حينما يكون الفاعل مجهولا، لكن المدهش أن غالبية العراقيين والأجهزة الأمنية يعلمون من هي الأطراف العابثة بأمن الوطن والمواطن، وغالبيتهم يصمتون خوفا من أن يأتي الدور عليهم، لأننا نتحدث عن عصابات لا ضابط لها، وهم قادرون على تنفيذ تهديداتهم في المكان والزمان الذي يحددونه. الأحزاب الحليفة لإيران تسعى لتعطيل أي جهود لتشريع قانون انتخابات يضمن فرص الترشح للجميع ويلغي هيمنتها ونفوذها في الدوائر السياسية. تقرير لصحيفة العرب اللندنية يقول إن إيران تخشى أن تتعرض الأحزاب الموالية لها إلى تصويت عقابي. لم تثني الاحتجاجات الشعبية العارمة المتواصلة في العراق منذ بداية أكتوبر الماضي القوى السياسية الممسكة بزمام السلطة عن مواصلة القتال دفاعاً عن مكاسبها السياسية وسعياً لضمان أدوار قيادية في حكم العراق وصنع قراره مستقبلاً، وذلك على الرغم من أن تلك القوى ذاتها هي سبب الغضب الشعبي بفعل النتائج الكارثية المترتبة عن تجربتها الفاشلة في الحكم. وفي انفصال تام عما يجري بالشارع، فتحت كبرى الأحزاب والميليشيات معركة جانبية مدارها إعادة صياغة قانون الانتخابات، رغم أن المحتجين تجاوزوا هذا المطلب إلى إسقاط النظام برمته وإعادة صياغة نظام وطني بعيداً عن التبعية لإيران.
وتسعى القوى السياسية العراقية الحليفة لإيران إلى تعطيل أي جهود لتشريع قانون انتخابات يضمن فرص الترشح للجميع ويلغي هيمنة الأحزاب والكتل الكبرى. ويقاتل ممثلو تحالف الفتح البرلماني الذي يتزعمه هادي العامري ويعد الممثل السياسي لميليشيات الحشد الشعبي من أجل إجهاض مقترح ينص على أن يكون نظام الترشيح في الانتخابات فردياً 100%، وهو المطلب الذي تقدمت به قوى سياسية منافسة للفتح وتقول إنها استلهمته من مطالب المحتجين في بغداد ومحافظات وسط وجنوب البلاد. واعتادت القوى السياسية العراقية المرتبطة بإيران على النظر إلى العملية الانتخابية بطريقة مجمعة، بحيث يمكن التحكم في تلك العملية بشكل كلي عبر قانون الانتخابات أولاً والمفوضية التي تشرف على إجراء الانتخابات ثانياً والتأثير على المسار التصويتي من خلال التزوير أو شراء الأصوات ثالثاً، وأخيراً ترتيب صفقات داخلية لتصعيد مرشح خاسر. ليس من السهل التنبؤ بما سيؤول إليه مسار انتفاضة تشرين لما يتعرض له شبابها من عمليات قمع وحشي على أيدي قوات الأمن العراقية وميليشيات الأحزاب، إلا أن ذلك يؤكد أن العراق أمام لحظات تاريخية فارقة سيكون له أثر ليس على مستقبله وحسب، بل على مستقبل المنطقة برمتها، وفق مقال للكاتب عامر سامرائي نشر في موقع كتابات. وبدل أن تعي الأحزاب الحاكمة حجم الكارثة التي تسببوا بها ومدى رفضهم من قبل الشعب العراقي، يحاولون تمرير حزمة حلول ترقيعية عبر تعديل قانون الانتخابات ومفوضيتها، معتقدين أن ذلك ربما سيقنع الشارع المنتفض ويهدئ من غضبه. والمشكلة أن قادة الأحزاب لا يواجهون حقيقة أن النظام السياسي الحالي أصبح في حالة احتضار ولم يتبقى منه سوى أن يلفظ أنفاسه الأخيرة. ورغم كل محاولات تأخير ذلك عبر ازدياد عمليات القمع المتبعة ضد الشباب السلميين، اليوم بات العراق بحاجة إلى تغيير حقيقي وشامل بدءاً من البنية السياسية مروراً بالجانب الاقتصادي والفكري وصولاً إلى تحقيق بنية اجتماعية تستمد قوتها من إرثها الطويل من أجل الوصول إلى ديمقراطية حقيقية ونظام وطني يحقق حياة حرة لمواطنيه. وهذا لن يتحقق في ظل وجود بيادق سياسية تعمل لصالح غير العراق وميليشيات مجرمة، بل يتحقق عبر رجال وطنيين همهم الوحيد أن ينعموا بوطن معافى من كل الأدران التي تسبب بها من جاء خلف الدبابة الأمريكية. ويبدو أن شباب الانتفاضة مصرون على تحقيق كل هذه الأهداف النبيلة من خلال الثبات على مطالبهم المتمثلة بتغيير العملية السياسية برمتها وإلغاء الدستور وحل الأحزاب التي مارست أعمال الفساد ونهب المال العام وتجريمها، إلى جانب تفكيك وتجريم الميليشيات التي ارتكبت أعمال القتل والبطش وحصر السلاح بيد الدولة. من المقرر أن تعقد كتل سياسية عراقية اجتماعا جديدا في بغداد لبحث ملف تسمية رئيس وزراء بديل عن المستقيل عادل عبد المهدي، وذلك في مسعى لحسم اسم مرشح توافقي قبيل انتهاء المهلة الدستورية لتقديم رئيس الجمهورية مرشحا إلى البرلمان للتصويت عليه، والتي تنتهي منتصف ليل الثلاثاء المقبل. تقرير لصحيفة العربية الجديد حول رئيس الوزراء الجديد في العراق. في المقابل، كشف الناشط في التظاهرات وعضو التيار المدني العراقي في بغداد علي الطائي في حديث مع العرب الجديد عن إيصال رسالة للرئيس العراقي برهم صالح عبر مكتب بعثة الأمم المتحدة تفيد برفض ترشيح السوداني لرئاسة الحكومة الجديدة، وتحذر من استفزاز المتظاهرين
مؤكدا أن الرسالة تضمنت أسماء أخرى إلى جانب السوداني، وأن المتظاهرين ينتظرون رئيس حكومة بلا لمسات إيرانية أو أمريكية. وأضاف الطائي أن أي محاولة للاكتفاء باستبدال عبد المهدي برئيس وزراء آخر لن تكون لصالح أي من الأحزاب الحالية، معتبراً أن إقرار قانون الانتخابات واضح وبعيد عن مقاس الأحزاب واختيار رئيس وزراء مستقل لفترة انتقالية للتحضير لانتخابات تحت إشراف أممي يجب أن يكون بكفالة أو تعهد من طرف ثالث، كون الثقة معدومة بين الشارع والقوى السياسية الحالية. ويتمسك تحالف الفتح الجناح السياسي لميليشيات الحشد الشعبي والأكثر قربا من إيران بما يقول إنه حقه في تسمية رئيس وزراء جديد، وسط غياب واضح لرئيس الجمهورية برهم صالح عن الإعلام منذ أيام، على الرغم من قرب انقضاء المهلة الدستورية لاختيار رئيس للوزراء يوم الثلاثاء المقبل. نسأل مرة أخرى، لماذا يريد عادل عبد المهدي الخروج من وهم الزعامة ويصر على أنه حقق منجزا كبيرا للبلاد خلال السنة التي جلس، أو بتعبير أصح نام فيها، على كرسي رئاسة الوزراء، بينما الوقائع تقول إنه منذ أن أصابته لوثة العظمة قرر أن ينتقم من شباب الاحتجاجات الذين أطاحوا به رغم كل مطولاته عن التنمية والحياة الوردية وحكومة الكفاءات التي كان أبرز إنجازاتها أنها قطعت الكهرباء عن المتظاهرين في الخلان والتحرير لتسهيل الجماعات المسلحة القيام بمذبحتها وسط الظلام، مقال الكاتب علي حسين في صحيفة المدى، نستمع إلى جزء منه. في كل ظهور يعيد علينا عادل عبد المهدي حديث المنجزات ويحاول أن يسوق بضاعة حكومية منتهية الصلاحية دون أن ينتبه مرة واحدة إلى أن هناك عشرات الضحايا تسقط كل يوم برصاص القوات الأمنية أو الجماعات المسلحة التي يراد لها أن تحمي كراسي المسؤولين. في الظهور الأخير كنت مراهناً أحد الزملاء على أن عادل عبد المهدي سيذكر ولو بكلمة صغيرة ما جرى من مذابح في السنك. توهمت أن الرجل لا يزال يملك ذرة من ضمير أو بقايا من إنسانية وهو يشاهد صور الشباب الذين استبيحت دماؤهم، أو أنه سيعلق على فيديو شهيد كربلاء فهم الطائي الذي تم إعدامه وسط الشارع دون أن يرف جفن لمجلس المحافظة أو لرجال الدين الذين هاجوا وماجوا عندما قدمت فتاة معزوفة موسيقية في ملعب رياضي في كربلاء، واعتبروا الأمر مساساً بقدسية المدينة. خسرت الرهان لأنني لم أعرف أن السياسة تحولت إلى نوع من أنواع السفالة، قتل وانتهاك لحرمات الأبرياء وخداع ومناظر لمواطنين يقتلون تحت عدسات الكاميرات. يتحدث عادل عبد المهدي بإلحاح على أنه الديك الفصيح في السياسة والاقتصاد، على الرغم من أنه نسف كل علاقته بالأولى حين ارتضى أن يكون تابعا للكتل السياسية، وفي الثانية حين لعب ذلك الدور في ملهات المناصب والدرجات الخاصة. إسرائيل المأزومة من الأزمة، يعني تأتي من الأزمة. إسرائيل المأزومة إلى الانتخابات الثالثة، عنوان للكاتب رجب أبو سرية في صحيفة الأيام الفلسطينية. أن تذهب إسرائيل إلى انتخابات عامة ثالثة خلال أقل من عام دون أن ينجح نظامها السياسي في تشكيل حكومة طبيعية ناجمة عن جولتين انتخابيتين سابقتين، ودون حتى أن يكون هناك ما يؤكد بأن الانتخابات الثالثة القادمة التي ستجري في الثاني من آذار القادم ستكون حاسمة، أو أنها ستنجح فيما فشلت فيه الجولتان السابقتان، يعني بكل بساطة بأن النظام
النظام السياسي الإسرائيلي بات نظاما مأزوما وبشكل عميق وجدي للغاية، وقبل الخوض في توقع ما يمكن أن تفضي إليه الجولة الانتخابية القادمة، لابد من محاولة الوقوف أولا على السبب الذي فشلت معه الجولة السابقة في تشكيل حكومة بنتيجتها. رغم أن القوائم الانتخابية كانت قد ذهبت إليها وكل منها يرفع الشعار الخاص به، أي إنه يعرف ما سيفعله بعد إجرائها، والأهم أنه يعرف سلفاً بأنها لن تكون حاسمة وستقترب بنتيجتها من سابقتها التي جرت في نيسان الماضي. الانتخابات القادمة المتوقع عدم ابتعادها كثيراً عن نتائج سابقتيها يمكن فقط أن تنتهي بتشكيل حكومة فقط إذا ما خرج نتنياهو من محفل السياسة بقوة القضاء. أثار كنغر الذعر في بلدة بجنوب استراليا حيث هاجم 3 أشخاص ما أسفر عن إصابتهم بجروح شديدة، إضافة إلى تحطيم الكثير من الحدائق. وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية، فوجئ السكان بسيدة عجوز تصرخ في الشارع حيث هاجمها الكنغر الذي يبلغ طوله 6 أقدام ما أسفر عن إصابتها بجروح في عنقها ورقبتها. وقام رجل بالدفاع عن المرأة بضرب الحيوان بكرسي ثم أدخلها إلى حانة لحين ذهاب الكنغر. وكانت تلك 3 ضحايا الكنغر الذي شوهد منذ نحو 2 شهر في البلدة، في حين كان رجل نيوزيلندي يزور البلدة من أجل حضور حفل زفاف أول ضحايا الكنغر الذي تبحث عنه الشرطة. الرسوم الكاريكاتورية لها أسلوبها الخاص في وصف الأحداث حول العالم. نلقاكم بإذن الله.